فمما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: سيأتي زمان يتقارب فيه الزمان. شوفوا السنين ملاحق سنة ورا سنة، ما تلحق الوقت، ما تلحق علي تتعجب. يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم ويفش الزنا ويشرب الخمر. نعم، بالنجف خمر، بالنجف حبوب، بالنجف كريستال، بالنجف بلاء أسود. ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل ايش قد عندنا كتل بالعراق؟ بس بالعراق. فهو هذا آخر الزمان. وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة. 100,000 واحد يطلع على التلفزيون وشاشات الفضائيات يتكلم بأمر العراق، وهو نصف فلس ما يسوى، خابص الدنيا خبص، وهو نصف مقعد ما محصل، ويريد الحكومة إله، نصف مقعد ما محصل. شو عندك؟ مو الناس اللي تقول لك نريد وطن، نريد وطن، حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية، ايش بيك ما تريد؟ تعجبكم شكبارها شي يمتى تنترس. سيأتي زمان على أمتي يستحلون المعازف. حطوا المعازف وين؟ المراثل الحسينية، صحيح ولا؟ سيأتي زمان على أمتي يكثر فيها شرب الخمر ويسمونها بغير اسمها، بيرة إسلامية وكفع اشرب للصبح. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مثل البعير راسها مسويته، حاطت لها مدري شنو فوق.